وكان معنا أيضا من عين المكان من مدينة مراكش كان معنا موفدنا عصام العباري الذي وافانا بالتوضيحات التالية حول الوضع وآخر المستجدات جراء هذه الكارثة المتمثلة في الزلزال. أتواجد هنا بمراكش وبالضبط بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. ما زالت سيارات الإسعاف لحد الساعة يعني تقل المصابين من المناطق المجاورة لمدينة مراكش، خصوصا أمزميز، مولاي إبراهيم، وكذلك هناك بعض الحالات من مدينة شيشاوة وكذلك أكادير. هذه الحالات الآن تستقبلها ويستقبلها مستشفى الجامعي محمد السادس هنا بمراكش تعبئة كبيرة من قبل الأطقم الطبية واستقبال يعني وهناك يعني ليس هناك خطوة استعجالية، وإنما هناك مبادرات للمواطنين من قبل المواطنين هنا من أجل يعني التبرع بالدم هنا بالمستشفى أو المستشفى هنا بالمركز الجهوي لتحقن الدم بمراكش. كذلك تم القيام بعملية استباقية وهو إخراج مجموعة من المصابين هنا الذين كانوا هنا بالمستشفى. قبلا كان لمسألة خوفا على سلامتهم، والآن هناك الحالات الغير استعجالية تم إخراجها من المستشفى لتركي مكانها للحالات المستعجلة. المصابون من هذه المناطق التي ذكرت جاءوا في حالات هناك دماء، هناك كسور على مستوى الأرجل، وكذلك أغلب هذه الحالات المستعجلة التي جاءت هو ناتجة عن انهيار بنايات أو سور كانوا بالقرب منها. ما زلنا نحاول جمع تفاصيل هذه الكارثة، وذلك من خلال الحديث مع مجموعة من المصابين وعائلات المصابين المتواجدين هنا. هناك حرص شديد من قبل إدارة المستشفى على عدم إدخال كل أجنبي وكذلك كل من قد يعرقل العملية الاستعجالية والعمل الاستباقي والعمل الذي يقوم به الجبار الذي تقوم به الأطقم الطبية هنا بمدينة مراكش.